مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. النهارده في حلقتنا هيكون معانا فقرتين اساسيتين هنناقش فيهم موضوعات مختلفه زي ما عودناكم في مصر جميله، دايما بنركز على المجالات المختلفه والموضوعات المختلفه سواء دينيه او ثقافيه او رياضيه او فنيه. لكن هنبدا الاول حلقتنا بفقره الاخبار. اول خبر معانا، الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركزي البيانات الرئيسي والتبادلي للدولة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي للدولة. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدول في دعم الوظائف التكنولوجية الحديثة التي توفر أموالا طائلة. الخبر الثاني، ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي استمرت من 24 إبريل لحد 27 إبريل. على بركة الله، واسمحوا لي أن أعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. شهدت العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مدار 4 أيام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي استضافها نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وأكدت على قدرة ونجاح مصر الكبير في تنظيم البطولات الدولية نظرا لما تملكه من قلاع رياضية متطورة ذات معايير دولية. المنشآت الموجودة اللي شفناها اليوم وهي منشآت عالمية ممكن يقام عليها أكبر الرياضات أو أكبر المسابقات العالمية سواء كانت أولمبية أو دولية. وهذا الملعب نموذجي جدا على المستوى الدولي كشهادة مننا باتحاد الدولي كمختصين أو فنيين. شيء مشرف لكل عربي، لكل شخص عربي الحضر هنا بيشوف هذه المنشأة وهذا الفاسيليتي، ما شاء الله تبارك الله. أنا صراحة فخور جدا جدا جدا. بإمكان هذا الصرح الكبير أن يقبل ويدير بطولات على مستوى دولي وعلى مستوى المحلي. البطولة شهدت منافسات قوية بين الدول العربية المشاركة طوال أيامها، حيث المنافسات مقامة ليلا ونهارا وسط أجواء تنظيمية هيأتها مصر للمشاركين لإظهار مهاراتهم في رياضة الفروسية، فالملاعب ذات مقاييس عالمية تسهم في إراحة الخيول وتساعد على إبراز قدراتها فضلا عن تقديم الرعاية البيطرية لها. مكان مرتب جاهز ليس فقط لهذه الرياضة بل لجميع ألعاب الفروسية، نطمح للمزيد من البطولات في هذا المكان. التنظيم كان على أعلى مستوى كمكان، من ناحية الفنية، من ناحية الخيل، من ناحية التنظيم المكان يعني مقارب للأماكن اللي نشوفها في أوروبا إذا مش أفضل. ما شاء الله نتوقع أنها فاتحة خير على دولة مصر. حاب أن أنا أشكركم بالنيابة عن دولة قطر على حسن الاستضافة وكرم الضيافة. إن شاء الله بالسنوات القادمة أو بسنة 2026 يقدر يستضيف أو عنده القدرة والكفاءة الكاملة من ناحية خيول، من ناحية اسطبلات، من ناحية تنظيم أنه يستضيف بطولة كأس العالم 2026. إشادة كبيرة من الفرسان المشاركين بحسن التنظيم والاستقبال والجهود المبذولة لتنظيم هذه البطولة بهذا الشكل المميز الذي يعبر عن الانطلاقة الحضارية لمصر وما تمثله العاصمة الإدارية كرمز على إرادة التحدي والرغبة في التنمية لبناء الجمهورية الجديدة. بطولة رائعة جدا، وأشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا التنظيم الرائع والجيد جدا والاستقبال الرائع لكافة الضيوف المشاركين. كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المبذول في الفروسية وكل الألعاب الرياضية، و
وأنا من العراق أشكر دولة مصر على استقبالهم للوفد العراقي بأحسن استقبال، وإن شاء الله النجاح الدائم لدولة مصر. على هامش البطولة العسكرية للفروسية أقيمت منافسات بطولة المرحلة السابعة جي 7 للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية في مصر، والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف فرق وفردي. مشرف جدا ان الرئيس عبد التعسي انه عمل لنا مكان حلو قوي كده، وان شاء الله يتعمل فيه بطولات اكبر. الافتتاح كان رائع قوي، وكمان ان هي الارض حلوه والسدود معموله كويس قوي، وهو يعني تحس ان انت في مكان منظم ومكان نظيف، وحتى في اكل وشرب واسعاف، في كل حاجه ممكن تتخيلها. طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجه، وبنشكره على طبعا يعني ان هو قدم لنا مكان كبير زي ده ممكن نعمل فيه بطولات عالميه، وان شاء الله يعني بطولات ثانيه كتير. يعني البرنامج كله، المدرجات، الارض، حاجه مشرفه جدا وملفته للنظر ان احنا نقول تعالى يا فرسان العالم، عندنا مصر، عندنا في العاصمة الأدرية قنبلة للفروسية، عالم للفروسية، نجتمع ونتلم فيه في مصر، نتلم فيه تحت رعاية رئيس الجمهورية في العاصمة الإدارية. استضافت مصر البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي رسالة تعبر عن الرؤية المصرية الطموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ومعها تؤكد على أهمية الرياضة التي تسمو بأخلاق الشعوب، بخاصة رياضة الفروسية ذات الجذور العربية والمصرية. وعقب ختام فعاليات البطولة غادر المشاركون فيها مصر وسط تقدير منهم لما لمسوه من حسن استقبال ودقة في التنظيم وملاعب ذات معايير عالمية. لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار، معانا خبر كمان وهو آخر خبر معانا النهاردة. زينة أغصان الزيتون وجريد النخل المصنوعة بأشكال مختلفة كنائس مصر، حيث يشارك في إعدادها فريق الكشافة بالكنيسة، وبيأتي ذلك للاحتفال بذكرى أحد إسعاف ودخول السيد المسيح أورشليم. بتحتفل الكنيسة ببداية أسبوع الآلام هذا العام النهاردة الحد الموافق 28 إبريل الجاري، وبيبدأ بأحد إسعاف، وبيعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخير في الصوم الكبير اللي صامته الكنيسة. طبعا بنقول لكل إخواتنا الأقباط والمسيحيين كل سنة وهم دايما طيبين وبخير وسلام. كده خلصت أخبارنا، وهنقدم الفقرات اللي هتكون موجودة معنا. أول فقرة هنتكلم فيها النهاردة عن مركز مصر الثقافي الإسلامي، والحقيقة أنه هو صرح جديد لشعب مصر والعالم الإسلامي. هنتكلم عن أهمية المكان ده ودوره كمان في التنوير والثقافة من خلال ضيفتنا دكتور إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات. وكلنا عارفين أن مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز كبير جدا جدا، ومن أهم كمان المشروعات اللي تم إنشائها في العاصمة الإدارية، وتم إنشائه بأحدث الإمكانيات العالمية عشان يكون مركز بمستوى عالمي هدفه النمو الفكري والثقافي والديني وكمان الاجتماعي. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن تنمية سيناء، وان هي طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعها على رأس أولوياته نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وكمان طلب بضرورة سرعة تعمير سيناء، ووجه كمان بتنفيذ المشروع القومي العملاق لتنمية سيناء. هنناقش الموضوع ده من خلال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة واستشاري المشروعات القومية. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نقدم أول فقرة ونستقبل أول ضيفة في حلقتنا النهاردة في مصر جميلة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بضيفة فقرتنا الأولى دكتور إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات. أهلا بحضرتك معنا، منورنا. أهلا بك يا منى وبالسادة المشاهدين. النهاردة إحنا بنتكلم عن مكان جديد وكبير وعظيم، عايزين نتعرف عليه أكتر، مركز مصر الثقافي الإسلامي، ونتعرف على دوره في التنوير والثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المركز الحقيقة من خلال الحاجات اللي الواحد شافها عن المركز،
والصرح كبير جدا جدا بيجمع ما بين الحضارة، ما بين الثقافة، ما بين التكنولوجيا، ما بين الدين، ما بين الأشياء المهمة في المجتمع. فالحقيقة حاجة يعني نفتخر بها جدا جدا إنها تكون على أرض مصر بهذا الشكل، بهذه التقنيات، بهذا التصميم الرائع، بهذه الإمكانيات الكبيرة جدا والكثيرة. يعني سعداء بوجود حاجة زي كده موجودة عندنا في مصر، سعداء بأنها هتكون ربط بين كل مؤسسات الدولة الدينية وبين مركز زي ده موجود لأول مرة، بين ربطها بين أيضا المؤسسات الدينية والمركز وكل دول العالم والمسلمين في كل أنحاء العالم، بيننا وبين العرب في الشرق الأوسط كله، بينها وبين كل المصريين داخل ربوع الوطن العربي وداخل مصر. فالحقيقة يعني احنا شايفين حاجة جميلة جدا بتحصل على أرض مصر، فسعداء بيها قوي، وإنها إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل كبير جدا إنها يعني هتكون منبع وإشعاع للحضارة وللثقافة وللمناقشة المجتمعية، ويعني عندنا أمل كبيرة جدا جدا فيها إن شاء الله. دكتور، عايزة أسألك كمان إنه المركز بيضم يعني حاجات كتيرة، زي مثلا إن هو فيه مسجد كبير، مسجد مصر أحد أكبر المساجد في العالم، يعني نتكلم على الحاجات اللي بيضمها المركز الثقافي وبيحتوي عليها، زي إيه تاني؟ شوفي، هو أولا طبعا في المسجد الكبير، وده بيتسع لحوالي 120 أو 130 ألف مصلي. داخل المركز في حاجة جميلة جدا وجديدة ولأول مرة، ليه هي؟ وهي دار القرآن. دار القرآن دي فيها لوحات، فيها عبارة عن القرآن الكريم مكتوب على لوحات في 30 غرفة، كل غرفة فيها جزء من أجزاء القرآن الكريم بعشرين لوحة، غير الغرفة الأولى اللي هي فيها الجزء الأول فيها 21 لوحة علشان فيها فاتحة الكتاب. بالتقنيات بقى الحديثة مستخدمة، بحيث أنك أنت لما تدخل الغرفة تشوف الجزء مكتوب أمامك في اللوحات، أيضا يكون معاك سماعات ومعاك تقنيات حديثة، تقدر تختار القارئ اللي أنت عايزه، تسمع القرآن الأجزاء اللي مكتوبة قدامك بالصوت اللي أنت عايزه من القراء. فدي من ضمن الحاجات الجديدة اللي موجودة وما كانتش موجودة قبل كده، لأول مرة بتحصل. يعني بتجمع ما بين الحضارة المصرية، يعني هو بيضم دار لتحفيظ القرآن فيها الكريم، نحت. يعني احنا كمصريين بنمتاز بالنحت من الحضارة الفرعونية، فجمع ما بين النحت القديم اللي هو في الحضارة الفرعونية، وجمع ما بين الثقافة الإسلامية أو التراث الإسلامي والأصل الإسلامي الأصيل اللي هو القرآن الكريم، وضعوا في لوحات، وجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة إنك تستمع إلى هذه الآيات القرآنية والأجزاء بالأصوات وباستخدام التقنيات الحديثة. في كمان في دار القرآن في غرف فيها لوحات بآيات قرآنية، دي يعني مما تتحدث عن الأخلاق أو المبادئ أو تجميع لبعض الآيات القرآنية. فيها أيضا حاجة كمان جميلة جدا جدا، وهي الجمع ما بين الأديان الثلاثة في لوحات مكتوبة. أيضا يعني تلاقي في لوحات مكتوب مثلا فيها فكرة آية مميزة ومختلفة من القرآن، في من الإنجيل، في من التوراة مثلا. مصر مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل ومذكورة يعني في القرآن. يعني هو مركز ثقافي إسلامي، لكن بيضم كمان يعني الديانات الأخرى أو معلومات عن الديانات الأخرى وثقافات كده المختلفة كمان. يعني حضرتك ذكرتي يعني هو في مركز حفظ القرآن الكريم وكمان النحت، الاثنين مختلفين عن بعض تماما. دي حاجة تانية برضو موجودة، اللي هو هتبقى في مركز لحفظ تحفيظ القرآن الكريم، دي حاجة تانية جديدة غير برضو تابع يعني في المركز، لكن أقصد أنه دار القرآن دي اللوحات دي شيء، ومركز الحفظ ده شيء آخر، شيء آخر برضو من ضمن الحاجات أو الخدمات اللي هيقدمها مركز مصر الثقافي الإسلامي. في كمان الحاجات الخاصة زي المتحف الإسلامي كده اللي عندنا، في حاجات زي كده اللي شفنا منه معروض حاجة طبعا يعني كنا كلنا بنحلم إن احنا نشوفها، إيه هي؟ وما كناش بنعرف نشوفها أبدا، وهي المصحف
الأصلي اللي هو كان عند أو المرسل من سيدنا عثمان بن عفان اللي كان بترسل منه نسخة إلى كل بلد من البلاد. فالمصحف ده موجود، هو كان موجود في عدة أماكن تنقل فيها، لكن أخيرا استقر في مركز مصر الثقافي الإسلامي. ده طبعا اللي هيروح هناك هيقدر يشوفه، فدي حاجة طبعا يعني كنا بنحلم إن احنا نشوفها لكن ما كناش بنقدر نوصل لها يعني. فدي برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي موجودة في المركز. قد إيه المكان ده مهم بشكل عام في إن هو ينشر تعليم الدين الإسلامي مش بس يعني للدول المحيطة، لا لكل العالم؟ شوفي طبعا احنا يعني بنقول ان احنا المركز دون اهميته بترجع الى انه بيربط. اولا هو طبعا من اهدافه اللي احنا عارفينها كلها النمو الفكري والثقافي والاجتماعي والديني والتنويري. علشان ده يحصل لازم يكون في ترابط ما بينك وما بين الثقافات الاخرى. علشان ده يحصل لازم يكون في عندك اطلاع باستمرار على كل ما يحدث في الأمم الأخرى من أفكار، من أطروحات، من أسئلة، من مشاكل، من قضايا تهمنا. فمهم جدا جدا ان احنا نربط ما بيننا، يكون في ربط ما بيننا وما بين الامم الاخرى، ونشر لتعاليم الدين الاسلامي الصحيح السمحه، تصحيح للمفاهيم المغلوطه، رد على الشبهات اللي دايما بتثار. فده هيقتضي مننا ان احنا نعمل ربط ما بيننا وما بين الدول الغربيه بره، ما بين كل دول العالم، ما بيننا وما بين الداخل بقى. يعني احنا عندنا هنا في مصر في الازهر الشريف مثلا، عندنا في مرصد الأزهر ده للرد على الأفكار المنحرفة والشائعات ده، فلازم هيكون في ربط بقى. يعني هيبقى ده يعني كلنا بنطمح بين المركز الثقافي الإسلامي والأزهر الشريف، يربط بقى بين ده وده، يعني يربط بين مؤسسات الدولة الدينية كلها وما بين دول العالم كله وما بين ربوع مصر كلها. وهو هيبقى يعني جزء من المهام بتاعته إنه هو يخرج للعالم كله الشكل الصحيح والصورة الصحيحة للإسلام السامح. ده عن طريق إيه؟ إن أنا عندي تواصل ما بين مثلا مرصد الأزهر العالمي، ما بين المركز العالمي للفتوى الإلكترونية. فلو أي حد عنده أسئلة أو أي شيء ده، زائد طبعا أنه لابد أن يكون في المركز يقدر أن هو يسأل خاص بالفتوى، لكن برضو هنكون مرتبطين بالأصول السابقة اللي عندنا ونرتبط بها. مثلا عندنا خدمات بتقدم في الأزهر الشريف أو في وزارة الأوقاف أو في دار الإفتاء أو المؤسسات الدينية، كل ده هيبقى المركز بيربط ما بين المؤسسات دي كلها وبعض وما بين دول العالم، ما بين الناس كلها، علشان نشوف إيه الاحتياجات اللي بره ونقدر نوظف هذه الخدمات المقدمة لتلبية الاحتياجات دي. فده هيتطلب مننا أنه يكون في وحدة خاصة في المركز للرصد وللتحليل وللإحصاء، لابد أن تكون دي موجودة أصلا في المركز. فترصد إيه الاحتياجات اللي بتطلبها المجتمع الخارجي، تقوم بعمل إحصائيات لكل شيء. يعني إحنا ما عندناش مراكز إحصائية خاصة بالحاجات الدينية، يعني مفيش حاجه مكان دقيق ولا كل ده هيكون موجود في المركز ولا هو موجود بالفعل. عندنا طموح ان يكون الحاجات دي كلها بالفعل تمام. ان شاء الله تكون موجوده في المركز. تمام، هستأذن حضرتك، هنطلع لفاصل ونرجع مره تانية نكمل كلامنا عن المركز الثقافي الاسلامي. لسه مكملين كلامنا عن المركز الثقافي الإسلامي مع دكتور إلهام. دكتور، عايزين نتكلم أكتر بقى عن دور المركز في أنه هو ينشر اللغة العربية أكتر امتدادا لدور الأزهر الشريف من أول ما بدأ. هو طبعا زي ما شفنا أنه إن شاء الله يكون في مدرسة لتعليم اللغة العربية، دي هتبقى مهمة جدا طبعا، لأنه هي لغة القرآن، هي لغة العلوم الإسلامية والدينية كلها. وبالتالي إحنا لما بيكون عندنا وافدين من كل أنحاء العالم بيبقى أول شيء مهم بالنسبة لنا هو مستوى الوافد ده في اللغة العربية. فإذا كان بيحتاج إلى رفع
في المستوى، فبنبدأ ندخله إلى مركز مثلا الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، بندخله لبعض الأماكن اللي عندنا في الأزهر لتعليم اللغة العربية. دلوقتي هيكون في عندنا مدينة جامعية هتبقى في الخاصة بالطلاب الوافدين، لا مدينة البعوث اللي هي الطلاب الوافدين هتكون موجودة إن شاء الله بإذن الله في العاصمة. وبالتالي هنبقى محتاجين جدا إن يكون الطلاب الوافدين اللي هو ده مكانهم وسكنهم ان يكون جنبهم مركز لتعليم اللغة العربية يسر عليهم اتقان اللغة العربية والتفوق فيها كمان. فطبعا المركز هنا هيخدم الموضوع ده بصورة كبيرة جدا. يعني احنا محتاجين ان احنا علشان نحقق هدف المركز محتاجين ان احنا نبني مدينة جامعية الانسان هي دي. لا بالفعل يعني موجودة يعني في تعتبر يعني في النهائيات، لكن احنا محتاجين ان احنا نعمل يعني علشان نحقق اهداف المركز محتاجين ان احنا نعمل ثلاث حاجات مهمين جدا. هي اول حاجة ان احنا يعني نبني الانسان القادر على فهم التحديات المعاصرة. ده مش هيتم الا بتعلم اللغة العربية الصحيحة. ده هيبقى مهم جدا جدا لما يكون عندي كمان وافدين عندهم لغات أخرى ويتعلموا اللغة العربية بصورة صحيحة، فهيكون عنده فهم للتحديات بصورة أكبر. محتاجة إن أنا أبني كمان داعية، الداعية ده أيضا يكون عنده القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. احنا عندنا تحديات كثيرة جدا بتواجهنا سواء لمصر أو يعني للعالم الإسلامي كله. سواء كانت تحديات فكرية، تحديات ثقافية، تحديات اجتماعية، تحديات أخلاقية، تحديات دينية. فإحنا محتاجين أن يكون في عندي عنصرين مهمين جدا، الإنسان العادي والداعية. دول المركز إن شاء الله بإذن الله بنأمل إن هو يكون لديه الإمكانيات، وبالفعل عنده الإمكانيات إن هو يبني هذا الإنسان ويبني هذا الداعية من خلال دورات تدريبية، من خلال تعليم، من خلال تثقيف. طبعا هيكون في مكتبة أو موجودة بالفعل مكتبة في المركز، مكتبة كبيرة جدا وبتحتوي على كل ما يحتاج إليه المسلم من كتب ومن مؤلفات. في مكتبة ضخمة بتضم عدد كبير جدا من كتب بتحتوي على تعليم الدين الإسلامي وتفسير القرآن والحديث الشريفة، كل ده موجود، والعقيدة وكل الحاجات دي. اللي احنا بنأمل فيه كمان أكتر إنه المكتبة دي تكون مرتبطة بكل المكاتب المكتبات اللي داخل مصر واللي خارج مصر. يعني تكون هي، لأن هي عندهم تقنيات حديثة جدا، يعني المركز فيه تقنيات حديثة جدا. فبالتالي بنأمل إنه بقى يكون فيه هنا ربط، مش بس إن أنا يكون عندي المكتبة، لا المكتبة دي تكون فيها ربط ما بين المكتبة وما بين كل المكتبات اللي موجودة في مصر. يعني زي مكتبة الأزهر، زي مكتبة اسكندرية، زي دار الكتب المصرية. كمان يكون في ربط بينها بقى وبين الخارج. في عندي مكتبات كتيرة جدا في العالم برا، سواء كان في البلاد العربية أو في البلاد الغربية، فتكون وصل ما بين كل هذه المكتبات، قسم خاص كده فيها للوصل ما بين المكتبات كلها وبعض، بحيث انه هو ده الجديد اللي احنا بنقدمه من هذا الصرح الكبير جدا في مصر لداخل مصر وللعالم كله. حضرتك اتكلمتي عن ان المركز فيه كل الوسائل الحديثة، هل ممكن نقارنه بأي مركز إسلامي بيقدم حفظ قرآن ودورات لغة عربية ولا صعب القارن؟ لا طبعا في مصر ما ينفع، ما فيش حاجة زي كده موجودة، دي حاجة لأول مرة بتبقى موجودة. سواء كان في المساحة، سواء كان في المباني، سواء كان في التقنيات، في كل شيء. فهو بالنسبة لنا كمصريين يعني فخر كبير جدا يكون عندنا حاجة زي كده، وخاصة انه يعني بيحتوي على احدث التقنيات، بيحتوي على احدث الوسائل، فبيربط ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل. فدي حاجة جميلة جدا ومش موجود زيها في مصر، واعتقد كمان انه ما فيش يعني يعتبر في العالم كله ما فيش حاجة تعمل كده. كمان لو خليناه مرتبط بكل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، سواء كانت داخل مصر او خارج مصر. ولو هنتكلم على الاشخاص بقى اللي هم يعني اجانب مسلمين، بس اجانب وجايين بقى عايزين يستفادوا، هيقدروا ان هم يعني كم الاستفاده هتكون قد ايه؟ كم الخدمات المقدمه لهم هتكون قد ايه؟
يعني تقصدي ناس مش عايزين يتعرفوا على الإسلام ولا مسلمين؟ لا هم مسلمين بس غير ناطقين باللغة العربية. طبعا أكيد هيبقى في مركز تعليم اللغة العربية ده هيبقى يقدم لهم خدمات لتعليم اللغة العربية، ممكن يكون في دورات تدريبية مثلا مركز خاص بالدورات، لأنه هيكون في يعني تنمية لمهارات الدعاة، تنمية لمهارات الأئمة، يعني اكتشاف المواهب الجديدة، زي ما سمعنا أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في مدارس للابتهالات وللتواشيح الدينية وللأصوات الحسنة ولتحفيظ القرآن ولتعليم القراءات. فكل ده هيقدم الخدمات بتاعته لكل من يطلبها، يعني أي حد هيجي مثلا من الأجانب وعايز يطلب ده يكون في نظام لتوصيل المعلومة الدينية بشكل صحيح، برضو يكون في نظام لتوصيل المعلومة ليه في أي مكان، ومش لازم يجيني مصر علشان يعرف يعني التقنيات الحديثة إيه، إن أنا أقدر أوصل له في كل مكان هو موجود فيه في العالم. الإنترنت سهل كل حاجة دلوقتي، فأقدر أعمل دورات أونلاين، أستخدم البرامج الحديثة في إن أنا أعمل لهم دورات أونلاين للتعرف على التعليم الإسلامية، تصحيح مفاهيم، رد على الشبهات. كمان مهم جدا جدا إنه يكون في قسم خاص للحوار والملتقيات الفكرية اللي احنا بنفتقدها الآن. يعني ده مهم قوي. ملتقي لا احنا اللي انا شايفاه ملتقياتنا الفكرية احنا بنتكلم مع بعض، بنخاطب بعض وجها لوجه. ما عندناش الملتقيات الفكرية اللي كانت موجودة قديما، انه انا اجيب مثلا حد عنده فكر مخالف واقعد اناقشه في افكاره، اقعد ارد على الشبهات اللي موجوده. احنا عايزين ده ان شاء الله باذن الله ان يكون موجود في المركز، ويبقى يعني اشعاع فكري جديد بيقدم التنوير، بقى ان انا الفكر يواجه بالفكر، الرأي المخالف أناقشه وأرد عليه، فأتعرف على الفكر الآخر، أتعرف على الأديان الأخرى، أتعرف على العادات والتقاليد الأخرى، مع الحفاظ على الهوية المصرية، الهوية الدينية، الهوية العربية، يعني نحافظ على هويتنا وفي نفس الوقت نتعرف على الآخرين. كلام جميل جدا يا دكتور، شرفتينا ونورتينا، كلام مختصر ومفيد، وعرفتينا بأهمية مركز مصر الثقافي الإسلامي. شكرا ليكي دكتور إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات. شكرا ليكي. شكرا ليكي يومنا والسادة المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. انتي طيبة وبخير. خلصت فقرتنا، لكن لسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة، تابعونا بعد الفاصل.